رابطة أندية الدوري الإنجليزي أعلنت جلوس اللاعبين على الركبة لمواجهة العنصرية والتمييز في بعض مباريات الموسم الجديد. هنشوف اللقطة دي في الجولات الافتتاحية والختامية وفي أكتوبر وإبريل وفي مباريات البوكسنج داي في ديسمبر. بس هل قبل كده في فريق لعبته رفض الجلوس على الركبة لمواجهة العنصرية؟ قبل سنتين وبالتحديد في إبريل 2021 رفض لاعبه سلافيا براغ تنفيذ التقليد ده قبل مواجهة أرسنال بعد إيقاف زميلهم أندري كوديلا. كوديلا توقف بسبب عنصريته ضد لاعب رينجرز الاسكتلندي رغم رفض النادي للإيقاف ده، وأصدر وقتها سلافيا براغ بيان قال فيه إنه نادي متعدد الثقافات وقائم على احترام الخصم وإدانة العنصرية بكل صورها. بعدها لعيبة سلافيا براغ وقفوا عند قوس وسط الملعب قبل انطلاقة مباراة أرسنال ورفضوا يقعدوا على ركابهم. رد لاكازيت مهاجم أرسنال وقتها مرتين، الأولى أنه نزل على ركبته قدام لعيبة سلافيا براغ في وسط الملعب في إشارة للتحدي، وفي الماتش فعلا كان أدي التحدي، سجل جولين عشان يساهم في فوز فريقه برباعية نظيفة ويتأهل أرسنال للمربع الذهبي في الدوري الأوروبي وينهي رحلة سلافيا براغ.